السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين، وأهلا بكم بهذه التغطية المستمرة لعملية طوفان الأقصى وردود الأفعال الشعبية. جمعة غاضبة، جمعة إسلامية عربية غاضبة تجاه أفعال وأعمال الكيان الصهيوني وداعمي، من طهران إلى بغداد، ومن دمشق إلى عمان، إلى الضفة، إلى صنعاء، إلى القاهرة، إلى الرباط، إلى الجزائر، إلى تونس. جميع المدن العربية والإسلامية هبت هبة واحدة هذا اليوم من أجل نصرة القضية الفلسطينية. روح القضية الفلسطينية عاشت وحتستمر بالتعايش مع اليوم مع بقلوب كل أحرار العالم. صح، كثير من الدول وكثير من الشعوب في بعض الأحيان ممكن تناسوا يجوز ظروفهم الخاصة أو ظروفهم الأمنية اللي عاشوها والظروف الاقتصادية قل الاهتمام بهذه القضية، ولكن من أبرز اليوم إيجابيات عملية طوفان الأقصى أنه عادة الروح إلى الشعوب الإسلامية والعربية بهذا الموضوع. احنا وصغار بكتب التاريخ نتربى على شيء، انه فلسطين هي القضية المركزية. مرت الأنظمة وتبدلوا الحكام بانقلابات وحروب وتغيير حد ما وصلنا اليوم الى نظام ديمقراطي. القضية الاولى والمركزية هي قضية فلسطين. شاهدت اليوم التظاهرات بمختلف المحافظات العراقية ومختلف المشارب السياسية ومختلف التوجهات الدينية أو القومية وغيرها من هذه الأمور. اليوم خاصة العاصمة بغداد تظاهرات عديدة خرجت دعما لهذه القضية، إن كانت تظاهرات نقابات أو تظاهرات شعبية كبيرة جدا مثل ما شاهدنا بجنب الجسر المعلق في بغداد، وتظاهرات أخرى في اليرموك وغيرها من هذه المدن. شاهدنا التظاهرات العارمة والكبيرة اللي ترفع الرأس جدا في صنعاء. شاهدنا اليوم الاعتصام الشبابي اللي موجود على الحدود العراقية الأردنية، وشاهدنا الاعتصامات المستمرة في معبر رفح، والتظاهرات الكبيرة في المغرب العربي وبالتحديد تونس والجزائر. الجميل بهذه المواقف كلها أنه أكثر الدول الداعمة للقضية الفلسطينية وللمقاومة الفلسطينية والروح الشعبية جدا والداعمة مثل ما قلنا لهذه القضية هي خرجت من دول تعاني اقتصاديا أمنيا بالسنوات الماضية. إذا الآن سوريا تحتضن هذه القضية، لبنان المقاومة تحتضن هذه القضية، العراق المنتصر يحتضن هذه القضية، وأيضا الجمهورية الإسلامية في إيران رغم الحصار بعقود من الزمن منذ عام 1979 إلى اليوم تحتضن هذه القضية، إلا بعض المطبعين والأنذال من بعض قادة الأنظمة العربية. اليوم راح نتكلم على هذا الحشد الجماهير الكبير. اليوم الموقف الجماهيري أثبت وطنيته من جديد، مو فقط بالعراق، بالدول العديدة. راح نتحدث بكل هذه المواقف مع ضيوفنا في الاستوديو الأستاذ قاسم الغراوي الكاتب والصحفي. أهلا وسهلا بك أستاذ قاسم. حياكم الله، تحية لكم ولمتابعيكم ولكادر القناة. وايضا عبر السكايب الست تمارة حداد الباحثة بالشأن السياسي من فلسطين. اهلا وسهلا بي ست تمارة. اسعد الله مساءكم ومساء مشاهدتي الكرام، وتحياتي لكم ولك الكريم. اهلا وسهلا بك. ابدا معك استاذ قاسم. جمعة ثانية، جمعة شعبية جماهيرية كبيرة داعمة للقضية، منطقة مختلفة دائما سياسيا عرقيا مذهبيا، ولكن الجميع اتفق على كلمة واحدة وهو دعم القضية الفلسطينية. شنو دلالات هاي التظاهرات اليوم؟ نعم، أكرر ترحاب بكم وبضيفتك العزيزة الكريمة. الحقيقة أولا نعزي الحكام والأمراء والملوك العرب لموت ضميرهم تجاه القضية الفلسطينية، وأحيي الشعب العراقي والشعوب العربية والإسلامية لتظاهراتهم ووقوفهم إلى جانب القضية الفلسطينية. الرحمة والجنان إلى شهداء المقاومة وشهداء الأمة بصورة عامة. طبعا يعني التظاهرات هو تعبير عن رفض
الشعوب العربية والإسلامية لما يقوم به الكيان الصهيوني من تدمير وقتل وتشريد وذبح وتهجير للشعب الفلسطيني وخصوصا وحصار غزة بالذات. واضح جدا أنه خلال هاتين الأسبوعين تعرض الشعب الفلسطيني وخصوصا في غزة وبقية المناطق إلى إبادة جماعية واضحة جدا، لم يسلم منها الطفل والشيخ والنساء والشباب، وحتى من التجأ أو كان مصابا في مستشفى المعمدان لم يعني يأمن من شر الكيان الصهيوني بإطلاق صواريخ متطورة ذات يعني تأثيرات فاعلة وقوية، بدليل أن هناك الرقم عبر إلى 750 بين الشهيد إضافة إلى الجرحى. طبعا هذا يدل على سلوك يعني متوحش غير إنساني، سلوك عدائي، سلوك حاقد، سلوك لا يلتزم بقرارات المتحدة ولا بالأعراف ولا القوانين الدولية ولا القرارات الدولية التي تحرم حصار المدن وقتل الأبرياء في تلك المدن. الشعوب العربية الحقيقة وخصوصا الشعب العراقي كان سباقا في مظاهرته في الجمعة الأولى التي مضت ليثبت أنه يعني أن القضية الفلسطينية هي تعيش في قلبه وعقله. نحن في مقدمتك حضرتك، أنا واحد من الناس اللي في القرن المصرف في ستينيات القرن الماضي، كنت في الابتدائية الحقيقة، نعم، في حرب 67 كنت في الرابع أو ثالث ابتدائي، كنا نتبرع للقضية الفلسطينية، صحيح، تايت أو صابون أو شاي أو أي شيء آخر. إذن منذ تلك الفترة ولحد الآن، منذ وجود الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين، نحن متعاطفين والقضية الفلسطينية تعيش في وجداننا، ليس لأنها كونها إسلامية وعربية وإنسانية، وأسباب نعم كثيرة تجعلنا ندافع عن القضية الفلسطينية ونقف إلى جانبها. والتظاهرات الواضحة من خلال تغطيتكم المستمرة الحقيقة في تونس، في الجزائر، في الأردن، في العراق، في سوريا، في جمهورية إيران الإسلامية، في دول أوروبية، في غالبية دول العالم، تندد بهذا السلوك الإجرامي للجيش الصهيوني بقتل الشعب الفلسطيني بهذه الصورة المتوحشة، نعم، لكون الولايات المتحدة الأمريكية تقف وراءه وتصرح بالفم المليان أنها مع الكيان الصهيوني، وحتى يعني لم تدين الضربة الأخيرة تجاه مستشفى باعتباره آمن ومطمئن وفيه كوادر لعلاج المرضى والمصابين، وقال أنه حريق. نحاول أن ندقق في من أين جاء هذا الحريق. الحقيقة يعني مستمد قوة الكيان الصهيوني من وقوف نعم الإدارة الأمريكية مع الكيان الصهيوني، وبالتالي اللوب الصهيوني الموجود في أمريكا يؤثر تأثير مباشر في القرارات الأمريكية على الساحة. أنتقل إلى فلسطين مع الست تمارة حداد، أجدد الترحيب بحضرت الست تمارة. البداية أسعد الله مساءكم، طبعا نشكركم على قناتكم يعني تسليط الضوء على القضية الفلسطينية، هذه القضية العادلة في منطقة الشرق الأوسط التي حتى هذه اللحظة يعني ظلمت هذه القضية. وجود الاحتلال المجرم، الاحتلال الغاشم، الاحتلال الجاثم على قلوب الشعب الفلسطيني ليس هذا فحسب، يعني بالعكس، هو هذا الاحتلال له علاقة في عملية كل الفوضى الخلاقة في منطقة الشرق الأوسط وتفتيت الشعوب وتفتيت الدول إلى دول ضعيفة وهشة. وجود الاحتلال من ورائه أيضا الولايات المتحدة الأمريكية المعنيين في عملية إضعاف المنطقة برمتها وعملية تأجيج الصراع برمته، الولايات المتحدة الأمريكية من وراها أيضا إسرائيل التي تريد أن تندمج داخل المنطقة بكل سهولة. ها هي تعمل اليوم المجازر في قطاع غزة، ما زالت حتى هذه اللحظة هي مستمرة في الخسائر البشرية والمجازر البشرية في أهلنا قطاع غزة وأيضا في الضفة الغربية. كوني اليوم في منطقة رام الله، أي حتى منطقة رام الله لا تسلم، حتى محافظات الضفة الغربية لا تسلم، حتى منطقة القدس اليوم لم تسلم من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي. يوم أمس كان هناك اقتحام لمخيم نور الشمس في محافظة طول كرم، وأيضا استمرار حتى هذه اللحظة في قطاع غزة القصف الجوي حتى هذه اللحظة على المدنيين. 70%
من المدنيين الضحايا هم من النساء والأطفال. يعني ما ذنب هذا الطفل الفلسطيني الذي ليس له علاقة ولا ناقة بالواقع السياسي والحروب السياسية والموازين القوى، وسواء كان الدولية والإقليمية. وحتى اللحظة أن الاحتلال الإسرائيلي مصمم، يعني اليوم هو 14 يعني من معركة سيوف الحديدية التي يطلقها الاحتلال الإسرائيلي، والتي تسمى عملية طوفان الأقصى كواقع فلسطيني. الاحتلال مصمم حتى هذه اللحظة القضاء على المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ويريد أن ينهي القدرة العسكرية وأيضا القيادية وأيضا الحكومية في قطاع غزة. يعني يريد أن ينهي أي حالة مجابهة مواجهة هذا الاحتلال الغاشم على صدور الشعب الفلسطيني. ناهيك أن الاحتلال يخطط لأكثر من خطة، وهو عملية تفريغ قطاع غزة، تفريغها من المحافظات الشمالية حتى ينتقل حتى المحافظات الوسطى، حتى المناطق الجنوبية، حتى المناطق الجنوبية لا يسلم المدني الفلسطيني. يوم أمس كان هناك قصف على مواقع الإيواء أو مواقع الأنروا التي تتواجد داخل سياق المحافظات الجنوبية في منطقة خان يونس. حتى المشفى المعمداني الذي كان يتواجد فيه 4000 مريض وأيضا جريح وطفل ونساء وكبار السن، حتى هذه المشفى يعني تم قصفها بوجود هؤلاء. وبالعكس كلما تواجد عدد كبير ضخم، عندما يعلم الاحتلال الإسرائيلي أن هناك عدد ضخم من السكان يقوم على قصفه بشكل متعمد، وهو يستخدم العقاب الجماعي والإبادة الجماعية، وهي أصبحت الآن قطاع غزة بالفعل منكوبة بكل المعايير، باستخدام أدوات القصف، باستخدام أدوات. بما انكم داخل فلسطين اليوم وهذه الظروف الصعبه اللي قاعد تعيشوها خاصه اهالي غزه اليوم، كيف شاهدتم انتم كفلسطينيين، كيف شاهدتم التظاهرات والمسيرات الداعمه للقضيه الفلسطينيه؟ هل زادتكم اليوم عزيمه واصرار للثبات بالارض؟ نعم هذا صحيح. أولا نثمن كل التظاهرات في الشعوب العربية والإسلامية، وأيضا شعبنا العراقي الذي دائما يناضل ضد الاحتلال الأمريكي. الاحتلال الأمريكي والإسرائيلي واحد. يعني قطاع غزة التي تحارب هي تحارب، لا تحارب إسرائيل، هي تحارب دول عظمى، تحارب أمريكا التي تقدم لها الدعم المالي واللوجستي. وبالعكس هذه التظاهرات في كل الشعوب العربية هي تعطي دفعة قوية وإرادة وصمود للشعب الفلسطيني، تعطينا أمل بأن الشعب الفلسطيني سوف يتحرر يوما ما، ونأمل إن شاء الله مستقبلا أن هذه الشعوب بالفعل أن تتوحد، وبالعكس والحكومات أن تتوحد والدول أن تتوحد لمجابهة هذا الاحتلال الغاشم. هذا الاحتلال ليس احتلالا فقط على فلسطين، هذا احتلال لكل المنطقة الشرق الأوسط. هناك المخططات التي يقوم بها القوى العظمى الإمبريالية من وراءها الولايات المتحدة الأمريكية، هي التي فتتت العراق، هي فتتت سوريا، لبنان، هي أضعفت اليمن، وهي تريد أن تضعف حتى دول الخليج، وأيضا حتى تجعل هذه المنطقة منطقة ضعيفة حتى تستغل وتسرق ثرواتها النفطية والغازية. المنطقة الشرق الأوسط هي تعتبر القلب النابض ما بين آسيا وبين أفريقيا، هذه المنطقة التي تعتبر فيها كل ثروات الاحتلال الأمريكي والإسرائيلي من ورائه، يريدون السيطرة على هذه المناطق من أجل إضعاف هذه الشعوب، فكفكة هذه الشعوب وفكفكتها إلى نواحي طائفية وإلى ما ذلك. وكل هذا، كل الاحتلال الأمريكي الذي حدث هذا الأمر، وأيضا الإسرائيلي. هذه الشعوب كانت مسالمة بالفعل، كانت هي تعزز الروابط الاجتماعية والعقد الاجتماعي المسالم. جاءت الولايات المتحدة الأمريكية، عززت ما يسمى المذهبية، وعززت الطائفية، وعززت كره الناس لبعضهم. للأسف نأمل إعادة النظر إلى كل السياق الوعي الفكري المجتمعي من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه. الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت هي تخطط في المنطقة حتى على مستوى قطاع غزة. لماذا تريد قطاع غزة؟ قطاع غزة هي مساحتها 360 كيلومتر فقط، لا أكثر ولا أقل. الآن يريدون إنقاصها إلى 250 متر، ويريدون سرقة جزء من قطاع غزة من أجل وضع حدود منطقة أمنية لحماية إسرائيل. هذا ما يريده الاحتلال. ناهيك يريد سرقة غاز غزة. غاز غزة يتواجد فيه ثلاثة حقول، وثلاثة حقول تكفي لأوروبا حتى 2050 و2060. المجتمع الأوروبي والدولي لماذا متكاتف؟ هو يريد غاز، هو نعم. يريد الغاز، لا يريد الشعوب. نعم تفضل. نعم أنت، أعود مع الأستاذ قاسم الغراوي. أستاذ قاسم، أعلنت اليوم، أعلن الجيش الصهيوني أنه تلقى دعم يصل تقريبا إلى 1000 طن
بآخر 48 ساعة من قذائف من عتاد من الدول الداعمة، اللي هي بالتحديد اليوم الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. هذا الدعم المستمر لهذا السيف أو السكينة المجرمة للكيان الصهيوني اتجاه الشعب الفلسطيني اليوم، سقطت الروايات والأكاذيب بموضوع حقوق الإنسان وغيرها للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية؟ نعم، الحقيقة ليس غريبا أن تدعم الولايات المتحدة الأمريكية الكيان الصهيوني الغاصب، وهناك يعني مشروع قرار في الكونغرس ل يعني دعم الكيان الصهيوني ودعم أوكرانيا بنفس الوقت، باعتبارهم على أساس حسب وصف أمريكا يمرون في ظروف القتال. نعم. وطبعا لأنهم منهزمين نفسيا ومكسورين سياسيا ومهزومين عسكريا، تحاول الإدارة الأمريكية أن تعزز من موقف الكيان الصهيوني ومن خلال وجود أساطيلها في البحر المتوسط، وكذلك إمدادها بكل ما تحتاجه. وحتى يعني بايدن، تذكرون حضراتكم وغطيته أعتقد هذه الزيارة من البيت الأبيض إلى تل أبيب، قال نحن هنا لنقف مع الكيان الصهيوني ونرى ماذا يمكن أن نقدم له لنساعده في مواجهته مع الفلسطينيين. طبعا يعني واضح جدا، يعني حتى أنا تابعت قبل فترة فيما يخص سؤالك المنظمات الإنسانية، خطاب لبلينكين ينتقد القوات الروسية باعتبارها قطعت الكهرباء عن أوكرانيا وهناك نساء وأطفال، وحاصرت أوكرانيا وضربت أوكرانيا. طيب، لما تنتقد القوات الروسية لأنها قامت بهذا الفعل وهي خارج سياقات القضايا الإنسانية، زي لماذا لا تنتقد الكيان الصهيوني الذي يقوم بفعل أشنع من هذا؟ قطع الكهرباء والماء والدواء ودمر البنية التحتية وقتل النساء والأطفال والشيوخ والكبار وقتل وفجر حتى المستشفيات. لم يسلم أي مكان في غزة من تفجير. ليست غزة فقط الحقيقة، ولكن يعني هو تاريخ مضمخ. نعم. بالدماء، بالتجاوزات في الزيتون، في البوشجاع، في خان يونس، في الضفة الغربية، في سابقا في صبرة وشاتلة. هو يعني معجون بكراهيته للشعب الفلسطيني، ويقتل ويقصف ويذبح، وغالبية الشباب في سجون، وبناء المستوطنات التي تزحف على المدن الفلسطينية، وتدنيس المقدسات، ويعني التجاوز على حياة الناس وإنسانيتهم، كلها أسباب جعلت من الشعب الفلسطيني أن ينتفض في هذه الظروف الصعبة. رغم يعني إدانة المجتمع الدولي وأن الهجوم بهذه الوسيلة هي خارج نطاق وتعليمات وأنظمة القانون الدولي، إلا أن الكيان الصهيوني لا يعترف بالقوانين الدولية ولا يعترف بما تصدره الأمم المتحدة، باعتبار هناك محرمات بحصار هذه المدن أو قصفها وقتل أطفالها. هو حتى لا يعترف بالمقررات اللي يدعو له العرب بحل الدولتين على سبيل المثال، والمفاوضات وارسو وقبلها ووادي العربة وما إلى ذلك، وقرارات صدرت الأمم المتحدة لحل القضية الفلسطينية مع الكيان الصهيوني لم يعترف، بالعكس زاد غي وظلم، صار يأكل بالأراضي الفلسطينية ويبني المستوطنات ويحاصر المدن. وما غزة خير مثال، المستوطنات تدير منها من كافة الاتجاهات، هناك مراقبة لغزة، هناك كاميرات حرارية، نعم، هناك بالونات، هناك أشياء كثيرة الحقيقة، يحاول أن يعني يتابع كل دقيقة، كل صغيرة وكبيرة للشعب الفلسطيني، وبالتالي هو محاصر في سجن. حتى على تعبير القنوات الفضائية الأوروبية والأجنبية، الشعب الفلسطيني وخصوصا غزة هي في سجن مسجون. نعم، بجدار كونكريتي ارتفاعه 25 متر. على طار اليوم السجن الكبير جدا، طبعا فيديوهات كثيرة وكبيرة جدا، ودشادون أمس أنه سمعتكم أحد الفيديوهات اللي يتكلم الصحفي الفلسطيني أثناء تغطيته عائلته تقصف وما يدري منه الاستشهد من الجرح منها. فيديو آخر يعني أيضا انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أحب اليوم أراوي العالم، أحب اليوم ممكن أكو ناس للأسف قلة قليلة لما يقول لك هسه إحنا خلنا نحير بحالنا، شعلينا في فلسطين، هسه وقت فلسطين ليش بيه حالك قاعد تاكل وتشرب وعائلتك بخير، أقلها لما تخلي راسك على المخدة مطمئن على حياتك. أكو ناس أخوتنا بالإسلام، إن كانت أخوتنا بالعروبة، أخوتنا بالإنسانية، ممكن مهددين، شايف العدة، حكم إعدام حينفذ بأي لحظة، حياتهم هيك صارت فعلا.
خلينا نشوف هذا الفيديو أحبة المشاهدين. يمكن هذا الفيديو الأخير لإلي. اليوم الاحتلال ألقى قنابل فسفور على منطقة مشروع بيت العليا وقنابل صوتية مخيفة وألقى بمناشير بإخلاء المنطقة، وطبعا كل المنطقة أخلت تقريبا، كل الناس صاروا يزروا بالشوارع بشكل كتير مجنون، ما حدش عارف وين رايح ولا وين جاي. يعني أنا إحنا مقسمين أنا وكم حد ضايلين في البيت والباقي كله أخلى وراح مش عارفين وين راح. طبعا الوضع كتير مخيف، المشهد كتير مرعب، اللي بيصير كتير صعب، ويا رب يرحمنا. يعني امرأة فلسطينية تناشد الجميع، تقول ان تجينا تحذيرات انه اخلاء هذه المدن راح تقصف، يطلعون بالشارع ما يدرون وين يروحون. تعرف ما شاء الله احنا رفح والدول العربية للأسف الخاضعة اليوم للسلطة الأمريكية ولقرارات الاحتلال الصهيوني، ما يعرفون وين يروحون. احنا صارت عندنا أزمات، صارت ب 2014 من دخلت عصابات داعش الإجرامية والإرهابية مثلا في منطقة الدخلة وفي محافظة الأنبار. أهالي الأنبار وين راحوا؟ عندهم بغداد، عندهم كربلاء، النجف، جماعة راحوا إلى شمال العراق، عندهم مكان ممكن بينما تخلص هذه الأزمة يرجعون، ورجعوا والحمد لله بتضحيات كبيرة من قواتنا الأمنية بمختلف صنوفها، حشد جيش مكافحة إرهاب وغيرها. هؤلاء الناس اللي موجودين بغزة يطلع يريد يهرب، يهرب من القصف، خايف على أطفاله، خايف على حياته، مستقبلهم، يطلع بالشارع ما يعرف وين يروح، ما يعرف وين يروح. على غفلة قرار الإعدام القذر الصهيوني ممكن يقتله وينهي حياة. اليوم كل طفل يموت إلى قصة، إلى أمل، إلى حلم انتهى. كل امرأة تموت كان إلها أيضا فكرة شلون تربي أسرتها وتربي أطفالها وين يوصلون. احنا قاعد للاسف السكوت المستمر من الانظمه هو انا اعتبره شريك اليوم للكيان الصهيوني بهذا الموضوع. اعود مع الست تمارة حداد الباحثه بالشان السياسي من فلسطين. ست تمارة، اريد اعرف الان الوضع الانساني في غزه، وانتم اقرب اكيد عندكم اقارب، اكيد عندكم اليوم معارف موجودين في هذا القطاع المقاوم والمجاهد والصامد. نسمع دائما اخبار انه انفتح المعبر، انغلق المعبر، دخلت مساعدات، ما دخلت مساعدات، ايش دا يصير داخل غزه؟ مين دا ياكلون؟ مين دا يشربون مي؟ يعني يجب ان نتحدث بكل واقعيه، حتى اللحظه معبر رفح هو مغلق. اليوم كان هناك مؤتمر للأمين العام أنطوني غوتريتش قبالة معبر رفح، وأشار أن فتح معبر رفح هو ضمن سياق الموافقة الإسرائيلية، بمعنى أن دخول المساعدات الإنسانية مشروطة، وهذا الشرط الذي تم وضعه من قبل الاحتلال الصهيوني، وهو عملية فك الرهائن الأسرى الإسرائيليون. هذا إشارة أن قطاع غزة المدنيين والسكان والشباب والأطفال وكبار السن والمرضى، يعني هناك نقص كامل وشامل بالإمكانيات الطبية والصحية، حتى العمليات الجراحية للجرحى حتى هذه اللحظة وصل قرابة 13 ألف جريح من الفلسطينيين. حتى العمليات الجراحية للأطفال الكبار للنساء يتم عملية قيام هذه العملية بدون المخدر، بدون إبر البنج، وهناك ألم، ليس الألم الوجع والقصف، وهناك أيضا الألم نتيجة عدم توفر الإمكانيات الصحية والطبية وحتى التموينية، حتى على مستوى المخابز. يعني كان يوم أمس هناك مخبز في قطاع غزة، هذا المخبز كان يوزع الطعام والخبز بشكل مجاني، الاحتلال الصهيوني أيضا قصف هذا المخبز. وبالتالي حتى هذه اللحظة كل المساعدات التي جاءت من الدول العربية بغض النظر سماها، حتى هذه اللحظة لم تدخل معبر رفح من الجانب المصري، وبالتحديد أن معبر من الجانب الفلسطيني تم قصفه لأكثر من مرة، وهذا القصف هي رسالة للمصريون، إذا تم هذا فتح المعبر سيكون هناك أيضا يعني توسع هذه المعركة لأكثر من ذلك. باعتقادي أن الاحتلال الإسرائيلي رغم الضغوطات، يعني حتى وجود الأمين العام للمؤسسة كبرى، مؤسسة أممية للأمم المتحدة، حتى لهذا الشخص لم يستطع أن يضغط ويؤثر على الاحتلال الصهيوني في سياق عملية فتح المعبر. هذا إشارة
أن الاحتلال الإسرائيلي هو الذي يسيطر على هذه الدول، حتى على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية هي وضعت حق النقد الفيتو. قبل يومين كان هناك مشروع قرار روسي، وهذا المشروع من أجل وقف إطلاق النار وأيضا ترسيخ الهدنة الإنسانية. وضعت أمريكا وبريطانيا وألمانيا وأيضا اليابان رفض هذا القرار. ناهيك يوم أمس كان هناك مشروع البرازيلي من أجل ترسيخ هدنة إنسانية، تم وضع حق النقد الفيتو الامريكي على هذه القرارات. هذا اشاره ان الولايات المتحده الامريكيه هي من تقوم هذه الحرب، هي التي تفرض على ان يكون هناك اغلاق وعدم دخول المساعدات الانسانيه. هناك في قطع الكهرباء، قطع المياه، لا يتوفر حتى هذه اللحظه الطعام والشراب. يعني الان المواطن الفلسطيني المدني الفلسطيني في قطاع غزه، الغزاوي في قطاع غزه بين نارين. اولا النار القصف الجوي الذي يسقط على رؤوس كل جميع السكان في كل مناطقها، سواء كان المحافظات الشماليه او الوسطى او الجنوبيه من قطاع غزه، والنار الاخرى وهو الموت البطيء، بمعنى عدم توفر الطعام والشراب. الاحتلال الصهيوني معني في عملية الضغط على المواطن حتى يتم تهجيره، حتى يتم تفريغ المنطقة بشكل كامل. هذا ما يريده الاحتلال الصهيوني. أيضا يريد أن يضغط على المقاومة. الاحتلال الإسرائيلي يستخدم إطالة الحرب حتى يستنزف المقاومة، عملية استنزاف المقاومة عن طريق القصف الجوي، وأيضا عملية استمرار الحصار الاقتصادي والأمني على قطاع غزة من خلال تعميق الأزمة الإنسانية. هذا ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي حتى يتسنى الدخول البري. هذا ما يريده الاحتلال الصهيوني من عملية القصف. نعم ست تمارة. نعم. تفضل. نعم أعود مع الأستاذ قاسم الغراوي. أستاذ قاسم، يعني أحد التصريحات اليوم زعيم عربي، ولما يطلع بالتلفزيون صاحب دولة كبيرة وجيش كبير، يعني أحد حلوله يقول لك، يقول نصا يعني لما التقى، خلينا نحكي بالأسامية من شنو خايفين إحنا، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مصر العربية، لما جاء المستشار الألماني يقول هي ليش إسرائيل تهجر إلى سيناء، خوما تهجرهم إلى صحراء النقب، يعني ده يعطي اليوم أفكار، يعني ما شاء الله شوف العظمة، يعطي أفكار للكيان الصهيوني، يا لا تهجروهم هنا، هجروهم هنا بصحراء النقب. يب شنو دلالات هيش تصريحات؟ طبعا ذكرك بعد قبل التصريح يقول نحن قبل لا تبدي طوفان الأقصى، قال مخابرات المصرية أعطت يعني معلومة للحكومة الكيان الصهيوني بأن هجوما قريبا على وشك أن يحدث في فلسطين، ولكن حكومة الكيان الصهيوني لم تعر اهتماما. يعني يؤكدون المعلومة معبريها للحكومة الكيان الصهيوني أنه عملية الطوفان ممكن راح تحدث يعني بعد يوم يومين أو كذا قريبا، ولكن كيان الصهيوني لم يعر اهتماما. طبعا يعني هذا التصريح خطير، معناته هناك تعاون أمني بين حكومة يعني سيسي وكذلك حكومة كيان الصهيوني. طبعا نعرف كل الزين احنا المخططات كيان الصهيوني الحقيقة لم تكن فلسطين هي المستهدفة وحدها، ولكن خارطة التوسع الكيان الصهيوني تمتد الحقيقة إلى جزء من الأردن، إلى لبنان، إلى سوريا، إلى العراق، واضح جدا حتى في أحدى خطابات نتنياهو المتوحش المجرم يرفع خارطة بيده ويخطط الخط الأحمر، خارطة كيان الصهيون أين تكون، واضح جدا تعبر حتى المنطقة الغربية للعراق، ومن ضمن المخطط الحقيقة هو تهجير فلسطيني للمنطقة الغربية وتسكينها هناك، وأيضا هناك في سيناء. تصريح الحقيقة ما المفترض يسمع من رئيس دولة عربية كبيرة، رغم كون مصر ترعى العلاقات أو المفاوضات الدائمة بين الكيان الصهيوني والمنظمة التحرير الفلسطينية، ولكن طبعا هذا إشارة واضحة ممكن إخلاء غزة، وبالتالي سيكون الشعب الفلسطيني أيضا لاجئ إلى مكان آخر، وهكذا الشعب الفلسطيني جميعه لاجئ في كل مكان، إلى لبنان لاجئ، إلى العراق لاجئ، إلى الأردن لاجئ، إلى مصر لاجئ. أين قضية الشعب الفلسطيني؟ أين دولة فلسطين؟ عبر التاريخ دولة فلسطين موجودة، لا وجود الكيان الصهيوني، والكيان الصهيوني غدة سرطانية يجب أن تستأصل. ومشكلة الحكام العرب والأمراء والملوك أنهم لم يمتلكون الخطاب القومي الإسلامي الإنساني الموحد تجاه قضية فلسطين. أول ما صارت طوفان الأقصى ندعو للتهدئة، ندعو لإدخال المساعدات، ولا يعني نادرا ما تابعنا في الإعلام أن دولة عربية قالت نقف وبقوة مع القضية الفلسطينية، باستثناء طبعا ما تابعنا العراق والجزائر واليمن، أما بقية الدول
ندعو إلى وجمهورية إيران الإسلامية ولبنان وسوريا، طبعا ندعو إلى التهدية، ندعو إلى ضبط النفس. معقولة مع العلم الدول الغربية وأمريكا في أول لحظة قالت نحن نقف مع الكيان الصهيوني في الدفاع عن نفسه. طيب الدول العربية الإسلامية الإنسانية التي ترعى الإنسانية والتي تؤمن بالحرية وتؤمن بحقوق الإنسان أين هي؟ هل هناك خطاب موحد؟ القمة لحد الآن لم تعقد قمة العربية، وماذا نرتجي من القمة العربية؟ مشكلة يعني قبل 30 سنة لما يصير فد أزمة في فلسطين القمة العربية تعقد بسرعة، رغم يعني دائما نتائجها، وتتحول القمة إلى صراع بين زعامات. القذافي يحكي على الملك عبد الله، وصدام يحكي على حافظ الأسد وفلان. وكانت القمة سابقا تصدر قرارات بعدم تصدير النفط، يعني هاي بال 73 طرد السفراء، قطع العلاقات، هذا لا نراه. احنا اليوم استاذ قاسم وصلنا الى مرحله والله السيسي دز دعوه للرؤساء قبل يومين وبعد الموعد ما محدد، دي يحضرون الملوك والزعماء شنو شياكلون سمك قوزي ملوخيه مصريه شنو الجبن. اليوم شوف الرئيس الوزراء البريطاني اخذ طيارته بتل ابيب، بايدن اخذ طيارته بتل ابيب، بايدن باخر لحظات عمره رجال يعني مع جل احترامي يلبس اليوم حتى حفاظه خلنا نحكيها، والرجال يعاني من زهايمر، اخذ طيارته وراح لتل ابيب. الان ما زلنا بمنطق الدعوات وتعال نقعد وتعال، هاي شنو هاي السالفه؟ يعني استاذ تشوف يعني الدول العربيه القريبه للكيان الصهيوني، لبنان، سوريا، الأردن، مصر، أربع دول يعني معها تسندها الخلفيات، العراق والسعودية وكذلك مصر وكذلك الجزائر، كلها دول قادرة على أن تدخل الحرب على سبيل المثال، وبالتالي تستطيع أن تهزم الكيان الصهيوني. ما معقولة يعني ننظر فك الحصار على غزة، مساعدة غزة، مجرد خطابات الاستهلاك دون وجود رادع ودون وجود رؤية واضحة لهذه الدول. حتى البرلمانات العربية مجرد خطابات تدعو إلى فك الحصار. نعم نحتاج إلى فك الحصار عن غزة طبعاً. إدخال مساعدات أكيد. نعم إلى دخول أدوية إلى كراب، نعم هذه كلها مطلوبة، ولكن الكيان الصهيوني متزمت ومتوحش ومتعطش لدماء الفلسطينيين. هو حتى يعني تعقيبا على ما تفضلت به قبل شوية، هو حتى من يدعو بمنشوراته إلى ترك المنازل واتجاه إلى أماكن أخرى. صحيح. في بشجاء والزيتون تركوا منازلهم وتوجهوا إلى المستشفى، قصف المستشفى كأنه قاصد. نعم. أن تتجمع الأهالي والعوائل والنساء والأطفال حتى يقصفهم في شريط مسرب لنتنياهو المجرم، يقول أنا سأمحي غزة، سأقتل الشعب الفلسطيني في غزة فعلا. يعني لا يخاف ولا يستحي ولا يوقف زحف أحد. نعم. ولا يحترم قرارات دولية ولا يخاف من الدول الإسلامية والعربية. لا توجد هناك قرارات رادعة ولا هناك مواقف واضحة ولا هناك قطع علاقات مع الكيان الصهيوني. حتى الدول المطبعة مثل البحرين والإمارات تدين المقاومة الفلسطينية لأنها قامت بهذا العمل البطولي. إذن ماذا نرتجي من هذه الدول مع الأسف؟ نعم استاذ قاسم، أنت أعود مع الستمارة حداد. ستمارة خليتك قبل أقل من ساعتين بيان صادر من المقاومة الإسلامية في لبنان، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية عصر يوم الجمعة الموافق 20/10/2023 تجمعا لجنود العدو الصهيوني في ثكنة هونين المحتلة وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة. يعني اليوم أريد أعرف الإعلام العبري، وأنتم في رام الله ممكن أيضا القنوات العبرية تصل إليكم بسهولة تردداتها وبثوثها وغيرها من هذه الأمور. الآن الإعلام العبري، المجتمع الصهيوني يعني قلق من فتح جبهات جديدة، أنه قلق أنه ينظر إلى شمال الأراضي المحتلة وخايفين من حزب الله، ينظر إلى جهة الجولان. هم أكو ارتباك داخل المجتمع الصهيوني حاليا؟ نعم، هذا بالطبع. يعني المجتمع الإسرائيلي هو مجتمع يخاف من الحروب، بالتحديد أن هذا المجتمع هو يعشق الحياة. هو جاء إلى عملية إلى فلسطين المحتلة من أجل أن يكون هناك استقرار وأمن وإعطاء الرواتب والوظائف وإلى ماذا،
لكن هو يقلق تماما بفتح الجبهات، وبالتحديد أن الاحتلال الإسرائيلي لا يحبذ الحروب ذات متعددة الجبهات، لكن الاحتلال الأمريكي أو الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تضغط في سياق أن تكون هذه الحرب من أجل التحول إلى حرب إقليمية، إلى حرب شاملة، ترسيخ نفوذها في منطقة الشرق الأوسط، وإبعاد النفوذ الروسي أو الصيني أو المحور الإيراني أو إلى ما ذلك. لذلك الإسرائيلية تقلق من هذا السياق. الآن إذا رأيت أن واقع الحرب ما بين حتى هذه اللحظة حزب الله وأيضا إسرائيل هي حرب حدودية، بمعنى الحرب بالحبة، بمعنى إذا حزب الله ضرب 5 صواريخ فإن إسرائيل تضرب في هذا السياق، يعني بمعنى أن إسرائيل لا توسع هذه الضربات في العمق اللبناني، وهذا إشارة أنها لا تريد أن تفتح جبهة مع حزب الله، بمعنى في منطقة شمال فلسطين المحتلة التي هي جنوب لبنان. باعتقادي أن حتى هذه اللحظة أن واقع إسرائيل لم تمس الخطوط الحمراء بالنسبة لحزب الله بعملية الدخول إلى حرب بين قطاع غزة وأيضا بين حزب الله، باعتقادي أن حتى هذه اللحظة أن إسرائيل لم تضرب العمق اللبناني، بمعنى تضرب الصواريخ وتقصف كما تقصف في قطاع غزة وأن تقصف المنازل والبيوت وإلى ما ذلك، حتى هذه اللحظة هي حرب حدودية. حتى على مستوى حزب الله عندما يعلم تماما أن هذه الحرب ليست هي حرب مساس في الخط الأحمر بالنسبة لحزب الله وأيضا المس في العمق اللبناني والأراضي اللبنانية، أعتقد حتى هذه اللحظة هي تأتي في سياق الحرب الحدودية، بمعنى القرب من المنطقة الحدودية. حتى على مستوى إيران إذا تم المساس بالخطوط الحمراء من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على إيران، باعتقاد أنها سوف تدخل هذه الحرب إذا تم التطورات المختلفة في سياق عما يحدث في قطاع غزة. باعتقادي أن هناك مرحلة قوية جدا سوف تحدث في قطاع غزة إذا تم الاجتياح البري في عملية، لأن احتلال إسرائيلي الآن وضع وحسم موقفه في القضاء على حركة حماس، وهذا إشارة أن إذا تم القضاء على حركة حماس هذا إشارة أن أحد القوى التي منطوية تحت إطار محور إيران تؤدي إلى ضعفها. لذلك الاحتلال معني في هذا السياق، لكن عملية الاجتياح البري حتى هذه اللحظة الاحتلال يعلم تماما أن سوف يكون هناك خسائر بشرية ومادية، ويعلم تماما أن هناك المقاومين سوف يخرجون من الأنفاق الإسمنتية والتحصينات الإسمنتية التي أسفل قطاع غزة، كون قطاع غزة يحتوي تحته متر من الأنفاق، يعني مدينة من الأنفاق تحت أسفل قطاع غزة. باعتقادي أن الاحتلال حتى هذه اللحظة لم يجتاح بريا قطاع غزة لخوفه من هذا الأمر، لكن يجتاح عملية اجتياح البري في أكثر من نقطة، في صلابة وأيضا قوة وإرادة المقاومة بتصديها لهذا الاحتلال، ناهيك أن الاحتلال يستمر في إطالة الوقت، وأيضا المقاومة يتستدرج الإسرائيليون في عملية الدخول البري، لنعلم تماما أن هذه الدخول سوف يلحق خسائر بشرية. باعتقاد أن هناك أيضا مخاطر محسوبة بين أيضا حزب الله والواقع الإيراني، يعلمون تماما أن دخول هذه الحرب الشاملة الحرب الإقليمية أعتقد أن حربا سوف تكون حربا تدوم لأكثر من سنوات، ليس فقط أن حرب روسيا وأوكرانيا مستمرة إلى أكثر من سنتين وسنتين ونصف، أعتقد أن إذا حدثت الحرب إسرائيل إيران الولايات المتحدة الأمريكية ودخول الأذرع حوثيون الحشد الشعبي حزب الله اللبناني حزب الله السوري أنصار الله قوة الرضوان، كل هذه الأمور سوف تدخل هذه الحرب. القادم أن القادم ليس أمرا سهلا إذا تحولت الحرب الحدودية بين الكيان الصهيوني وقطاع غزة، أعتقد أن هذه الحرب سوف تشمل الجميع. لذلك هناك بعض المواقف تريد أن تعمل على عملية تخفيف الضغط ووقف إطلاق النار حتى لا تتطور هذه الحرب إلى حرب شاملة، بمعنى أن هناك مواقف بالتحديد المناطق الحدودية أو الدول الجغرافية للأزمة الفلسطينية الإسرائيلية بالتحديد الموقف الأردني والمصري الآن يريدون وقف إطلاق النار، يعلمون تماما أن واقع إذا نجح عملية أن استمرار إطلاق النار وإذا كان هناك القضاء على المقاومين هذا إشارة أن الفلسطيني سوف يتهجم. نعم ست تمارا. نعم. وأيضا أهل الضفة يتهجر إلى الأردن، لكن المقاومين ما زال موجودة، القضية موجودة، إن شاء الله تستمر المقاومة. نعم تفضل. نعم طبعا أحبتي المشاهدين عندنا اتصال هاتفي من الدكتور إبراهيم العرادي عضو المكتب السياسي لائتلاف 14 فبراير من لندن. أهلا وسهلا بك دكتور إبراهيم. دكتور إبراهيم تسمعني؟ تحية لك أخي الكريم والسادة المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا بك دكتور. أسمعكم تحية لكم والسادة المشاهدين الكرام.
دكتور، موقف حركة 14 فبراير من الأحداث اللي قاعدة تحصل في غزة، اليوم أنتم في لندن، هل نظمتم حركات اليوم، تظاهرات، تجمعات اليوم من أجل دعم القضية الفلسطينية؟ طبعا أخي الكريم، بداية الرحمة على شهداء فلسطين والشفاء العاجل لآلاف عشرات الألوف من الجرحى، والأمان للباقين إن شاء الله في ظل هذا الطواف العالمي. لا أخفيك أن هناك حملة ترهيب أوروبية تعم جميع وسائل الإعلام والدول الأوروبية، يعني وهي أكثر منها حتى في الدول العربية الدكتاتورية، بترهيب حتى يعني البريطانيين او الالمانيين او نفسهم ابناء البلد يرهبون من قبل انظمتهم وحكوماتهم بان لا يدافعون عن فلسطين. ولكن هناك تحدي في المقابل من احرار العالم سواء في اي دوله من دول العالم لكسر هذا الترهيب. نحن في ائتلاف 14 فبراير نقوم دائما، يعني قمنا ونقوم بفعاليات على يعني مختلفه في لندن وغيرها، ولكن اليوم يعني نلتجئ ونذهب الى الفعاليات الكبرى التي تقيمها الجاليات العربيه والاسلاميه ونندمج معها. بالنسبه لشعبنا في البحرين، وانا اتحدث معكم، موج عارم ومسيرات تعم جميع مناطق البحرين، هناك مسيره كبرى في منطقه كرزكان والديه ومناطق مختلفه، وقبل قليل قمعت قوات نظام ال خليفه المطبع مع الكيان الصهيوني هذه المسيرات بالغازات الخانقه ومسيل الدموع والضرب الهروات والسلاح المطاطي. فأنت أمام تحدي واقع اليوم، تحدي كبير، حكومات عربية متواطئة مع العدو الصهيوني، شعوب عربية حرة اليوم تريد أن تذهب إلى الحدود مع فلسطين المحتلة لكي يعني تنصر هذه القضية. نعم أستاذ إبراهيم، اليوم انه في تظاهرات سابقه كانت في البحرين، ممكن هذه التظاهرات تهدد عرش السلطه الحاكمه، ولكن اليوم لما تخرج تظاهرات بالبحرين دعما للقضيه الفلسطينيه اللي نرتبط معاهم قوميا، دينيا، انسانيا، جغرافيا، شنو اللي تخلي اليوم السلطه بالبحرين تقمع مثل هيش تظاهرات؟ عملية الطوفان الأقصى هي ضربت قسم الظهر المتابعين مع الكيان الصهيوني، لا سيما كيان آل خليفة. يعني عملية الطوفان الأقصى تاريخية هي ضربت الخليفيين والإماراتيين، الأنظمة أعني وآل سعود في مقتل، يعني كل هذه الأنظمة المتابعة، فهم اليوم يرون بالمسيرات المناصرة للقضية الفلسطينية شعب البحرين بأكمله يشترك فيها، يرون فيها تهديد للتطبيع لهم الذي يعني احترقت ورقة التطبيع ولم ترجع إن شاء الله. فهم لا يريدون اليوم لأي صدى يكون لهذه العملية في البحرين أو أي دولة خليجية، يعني حتى هناك يكون نقاش بين شبابنا في ائتلاف 14 فبراير وباقي القوى مع المرتزقة الموجودين شرطة وغيرهم في البحرين المجنسين. أحد المرتزقة يقول هذه أيضا قضيتنا، قضية فلسطين، طيب أنتم لماذا تقمعون المتظاهرين مدافع عن فلسطين؟ غير هذا لحد الآن اليوم نظام آل خليفة يخفي موقع السفارة الإسرائيلية في البحرين، صحيح، ويغيب السفير الذي يقال أنه رجع إلى تل أبيب، يعني حالة غموض كبيرة لكي لا يستطيع أن يصل الجمهور البحراني العارم الغاضب إلى هذه السفارة. هناك أقوال يقول أنها في الطابق السادس في المرفأ المالي في البحرين توجد هذه السفارة، ولكن والله تلقاها بغرفة الملك، تلقى السفير بغرفة الملك السخاتر. هم يعرفون أن سوف تكون مستهدفة ومحل استهداف من جميع القوى. طبعا دكتور إبراهيم العرادي، كل التحية والشكر لك لحضرتك ولشباب ائتلاف 14 فبراير ولكل الثائرين ولكل المتظاهرين بمختلف المدن، وخاصة أنا أحيي المتظاهرين اللي طلعوا بتظاهرات عارمة وأنظمتهم أنظمة تقمع ومطبع مع الكيان الصهيوني. ممكن إحنا اليوم الحمد لله والشكر في العراق ومختلف المحافظات لما نطلع تظاهرات أكو موقف حكومي على نفس نسق موقفنا الشعبي
فيوفرون الحماية وهاي، فهذه نعمة كبيرة. ولكن الجهد الكبير أنه اليوم فرضا في البحرين طالعين بتظاهرات والسلطة البحرينية تقمعهم ليش تدعم القضية الفلسطينية، فهذا الشيء يعني المختلف الحمد لله والشكر. ونتمنى هذه الحرية، نتمنى هذا الأمر أنه ينتقل إلى باقي البلدان في المنطقة. طبعا كل التحية والشكر للأستاذ إبراهيم العرادي عضو المكتب السياسي لإئتلاف 14 فبراير من لندن، وكل التحية والشكر للأستاذ قاسم الغراوي الكاتب والصحفي من الاستوديو، وكل التحية والشكر أكيد للستة مارا حداد الباحثة بالشأن السياسي من فلسطين، وكل السلامة لكم ولأهالينا في فلسطين. شكرا جزيلا أحبة المشاهدين، إلى هنا تنتهي هذه التغطية الخاصة من قناة الأيام الفضائية، وقناة الأيام دائما وأبدا مع القضية الفلسطينية وساندة وداعمة لطوفان الأقصى. تنتهي تغطيتنا ونلتقيكم بتغطيات أخرى. إلى اللقاء.